على المرة هذه بأطلق سراحكم، مش علشان خاطر واحد فيكم، لا 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 لا، علشان خاطر رفيق دربي ونضالي الشيخ أبو دبشة. وحشكم عينكم، حشكم عينكم واحد يرجع هذه المشاكل، قسما قسما قسامة لا سجننكم سجن اسمه. يلا انصرفوا انصرفوا. خلي قدين يطيبك يا حدب. تا 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 أرنجة لك العيسة العصا مو معك. لا يكون الأحدب قال لك إنه قدك كان شيخ ولا ضابط قلت استلم القيسي. متى وانت هنا واقي؟ شوف يا فندم، أنا من الأول وأنا هنا شوف، وهذا عسكر حقك ألقوا علي القبض وأنا في المزرابة. ها يعني شاركت معاهم بالمشكلة وعزعزت نظام أمن القرية صح؟ يا فندم أنا ما شاركت. ما شاركت؟ ولات بعدين ودك من اللي بوقيك منين؟ شوف أنا أفهمك، أنا سبت أهل قرية مركوزة يتضاربهم، ولأنهم طول عمرهم ناس طيبين وأحباب وأهل قلت أفرع بينهم، ولما دخلت أفرع بينهم ما سبت يا فندم من يفرع علي، وهذا يلكمني وهذا يضربني. هذا يا فندم المثل انطبق عليه، المفارعين نص الضرب. نص الضرب؟ عدق حصل الضرب كله. الله يرحمك يا رجال. الله يسامحك يا دبشة، كذي تحيدي حياتي تضربني ولا تساعدني عليها؟ يا زلمة انت بنت أمي صح، وضربتي معانا وما قصرتيش، لكن وقت ما أركة يلا نفسي نفسي. سليكة ضربونا. مقلش يا سلمة، صح انت انضربتن بس احنا ما قصرناش معاهن، مطيناهم مطة محترمة وانتصرنا عليهن. ووني على نفسي انتصرتن؟ يا بناتي المشاكل بين أهل ما فيهاش منتصر، الكل مهزوم. اي والله يا حليمة صدقتن، انا عمري ما تخيلت انه يوم من الايام يجي واضرب خيتي بهجة، حتى وانا اضربها واتغلب عليها حسيت نفسي مهزومة. ايوه والله يا ام سليكة تفتنا والله الان من شب نارها. ما ابي اتاخر. لا تقلقنش يا دبشة، هو قال شي وطن فحوصات وشي يرجع لمسوق وشي يروح في مليل. اوه يا راسي كده يسليكة كده توطن فيا تمدين يدك علي يا سليكة، وانا اللي مرضت لمد يدي عليك وقل خيتي كبيرة. خيتك كبيرة يا خالة بهجة، خيتك ضربنك ودأسن على قلبها، وانت المفروض تدأسن على قلبك وتضربنا وتضربن عشان نمشي خل زوجك. احنا خسرنا المعركة اليوم بس محرب ما انتهنش يا شيخة بهجة. شيخة بهجة؟ ايوه شيخة بهجة ونص، ما هو اللي ينقصك عن خالة سليكة، واني ما هو اللي ينقصني عن دبشة ما كنت ايوش بنت الشيخ برقوق. لا كون هذا يحصل وانا غايبه. يحيى شيخ برقوق صدق مغريب بمحدب استغل غيابك وعلى مشيخته. ومغريب الأحدب ذا ما عرفتمش منين هو؟ والله ما أنا داري يا شيخ، أتى كذا فجأة وجسوا هنا عندنا وطم فتنة وباكلة. لا قل لنا يا شيخ قصة جد برقوق ذا، هل كان شيخ القرية عن حق وحقيقة؟ والله يا جماعة محكى ذا قديم، يقولون إنه قبل 150 سنة كان جد برقوق جده الجد الخامس مدري السادس كان شيخ القضية، وحصلت مقاعة وهو ما قدر يوطي حاجة لها القضية، قامت نازل بمشيخة عن طيب خاطر الجدي جدي مش بالقوة بالتراضي. شفتوا يا جماعة ان كلامه ديش من صحيح؟ اهم شيء يا رجال برقوق واللي معاه، سقطتوا لهن ولا وجشتوهن؟ الشباب ما قصروش في القرية، صبنوهن تصبين. يا وا يا شيخ مكنهن له حي حي يا شيخ تلي بنا قبل اللي بهن. يا شيخ مطيناهن لما شبوب. والله يا شيخ ما يوطي برقوق حاجه. ايه يا شيخ ابو دبشه انت الشيخ وغصبا عن برقوق واللي معه. ارواحنا فداك يا شيخ ابو دبشه. عموما يا شيخ احنا بنجلس امام بيتك نحرس الصباح، بصراحه احنا خايفين عليك وخايفين من ذا برقوق والطيخ شيو. ياو يا شيخ احنا سمعنا ان برقوق واللي معاه ناويين يوطوا معك حركتنا ذالي، بس احنا هنا واحنا له والله ما يوطون شيء لا برقوق ولا الذي معاه، واللي رجل منهن يقرب. اسمع يا شيخ بوك ناملك وانت بذم راس.
تسلموا. ويكفي من فتنته ان اظهرت معدنكم الاصيل وانتم اهل الوفاء. وان كان على بذقوق اللي معاه اطمئنوا، لا بذقوق ولا اللي معه قادرين يوطوا شيء. يا يا شيخ زاقل، يا يا شيخ تجلس مع الجماعه وانتم تفتحون عيونكم. زقيل، يا يا شيخ تاخذ لهم سياره وتوديها لهم حوشهم خلفي من عيون يا شيخ. خاطركم يا دجال. لا اله الا الله محمد رسول الله. امان الله يا شيخ. وعاد حقك المسروق وانت الشيخ يا برقوق. امان النبه بيض يفتح النفس. عسكار عشاء عشاء. تفضلوا تفضلوا يا وحوش تفضلوا. لحظه 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 لحظه، عطني الشيخ اسال سؤال. انتم مع انت مع ابو دبشه ولا مع الشيخ برقوق؟ انا انت مع من يا فندم؟ انا مع برقوق طبعا. انا مع الشيخ برقوق. الله يحفظك تفضل عشاء. وانت؟ انا مع الشيخ ابو دبشه طبعا. مع الشيخ ابو دبشه. قم 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 قم. وانت مع من؟ مع الشيخ ابو دبشه. انقلع. الله معك يا عام خدمات. لك مع ابو دبشه. تفضل يا حبيبي تفضل. عسكري انت واه مو تعمل لك العيسى تعصك لك ام الصبية انت الحطك مو تعمل تتعشي مع هذا المنشق واللي واقف مع فتنة مشيخة برقوق على الشيخ ابو دبشه رفيق دربي ونضالي. لا تكون انت منشق معه. لا لا يا فندم انا مع الشيخ ابو دبشه. رجال اسد هكذا اشتيك زي فندم الفلاديم وضابط الضبابيط تحترم شرف المهنة العسكرية والأمنية وتوقف دائما مع المصلحة العامة ومصلحة القرية. يلا حبيبي تروح تعمل لنا عشاء أنا وأنت وبقية العساكر اللي واقفين مع الشيخ أبو دبشة. ها وحدنا وحدنا. يلا على طول يا فندم. وأنت يا كائن غريب اجلس تعشي وحدك اجلس. ما يصلحش يا فندم ميرم تفعل هكذا قدام العسكر. المفروض أن كل واحد له رأيه الشخصي وحرية الرأي والرأي الآخر. بس الغلط ان احنا ننقل المشايخ من داخل القرية لا داخل القسم. كل نفسك فندم. الغاز خلص. هيا خلي ابو دبشي يدي لك الغاز. ابو دبشة ها؟ بصراحة يا فندم انا مع الشيخ برقوق. والله تفضل عشان تفضل. عسكري حدد موقفك بالضبط، انت مع الشيخ ابو دبشة ولا مع برقوق؟ بصراحة يا فندم انا مع بطني. مع بطنك؟ يعني اجلس انا بدي من عشاء ها؟ ما اقول الا الله يرحمك يا رجاله، الله يرحمك يا رجاله. يا اهالي قريه مركوظه اسمعوني، اننا خطينا اول خطوه لاسترداد حقي الحقيقي في المشيخه من مغتصب المشيخه الشيخ ابو دبشه، قصدي المدعو ابو دبشه. وبعد ما تعرضنا له من اعتداء اليوم اننا مصممون، ايوه مصممون في استرداد حقنا في المشيخه ولا يضيع حق وراهم الطالب. صفقوا بوك يا شيخ برقوق واحنا معاك حتى نظهر المغتصب للمشيخه ابو دبشه والمرتزقه اللي معاه. صامدون 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 صامدون. بس يا شيخ برقوق نشان اعرف ما هم خطوة قادمة؟ ذا سؤال وجه. كلكم دارين يا جماعة على انهم اتهمونا بان احنا استغلينا غياب الشيخ ابو دبشة قصدي المدعو ابو دبشة وقمنا بالوقوف في وجهه من أجل استرداد حقي في المشيخة. لذلك أنا قررت على أن احنا ننتظر لما يرجع الشيخ أبو دبشة قصدي المدعو أبو دبشة لما يرجع من المدينة وبعدين نحسم الموضوع. شيخ برقوق بالنسبة للشيخ أبو دبشة رجع من المدينة أنا حتى بأيدي هو داخل القرية وأنا واتي سنأكل هنا. وما دام رجع لمقرية ما عليك الآن يا شيخ برقوق إلا أنك تعلن ساعة صفر لدهر أبو دبشة وأعوانه. عفاريت ذين كلامهم صحيح يا برقوق، أقصد يا شيخ برقوق وخير بر أقلع. أيوة يا شيخ أيوة أيوة أيوة. بس 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 أنا اللي أحدد ساعة الصفر والمواجهة الكبرى شتكون بكرة الصباح.
إذا ما وريتك يا أبو دبشة ما كنا الشيخ برقوق. أقبض عليك يا برقوق، أقبض عليك، ما عملت لنا من فتنة، وطيت لنا فتنة بمقضية كلها. بس يابا ما سكتنا لهنج، شففناهن شففه. وعلامة ايش تنتظروا لما أجي وأنا شاحل مش كده؟ كيف؟ وأني دبشة بنت أبو دبشة ننتظر. وبرقوق أستغل غيابك وأعلن ما شيخته ألم قرية. لا والله بأيده ألا وألا حقه. الله، يعني الفتنة دخل القضية بيتك لا أخلها لا الرجال ولا معذي. إيش يابا؟ لو تحيد أمي ما فألت بخالتي بهجة خخ فا وبركان بركان. والله يا شيخ أول مرة مدي يدي على خيتي بهجة، لكن حيدها كيف تطنبيها وأني اضطريت أدافع عن نفسي. لكن قل لي يا شيخ أنت مش توطي دحين؟ ما وطي وما فعل، والفتنة قنت شرابا قضية ولا أخلى بيت إلا ودخلتها، ما ينفع معاهن شي إلا زهيمر، لو ربيها بزهيمر برقوق ينسى كل شي. زميقر؟ زهيمر، زهيمر. ماذا زميقر؟ الزهيمر ذاه مرض يصيب الواحد، اللي يصيبه زهيمر ينسي ماضي كله. يا ربي هب البرقوق زهيمر ينسي انه قده كان شيخ وانه كان بيننا مشاكل وهلم قضية ينسوا ونرجع متحابين متاخين زي ما كنا. اي والله يا شيخ كل احنا محتاجين ذا المرض عشان ننسى كل المشاكل. يلا قوموا قوموا القدوم، قوموا القدوم، بكره امامنا يوم شاق معادك وحدود. قوموا قوموا. الله يا برقوق يا معين يا الله خالقنا وما خلق عليك. زميقر أبا؟ الزميقر ذا ما فيلوش إلاج يعني حد يشربه ويجي له زميقر؟ لا يا بنتي لا، لو كان في علاج كنت اشتريت برقوق بأي ثمن كان، لكن ذا مرض مرض يصاب الواحد وخلوه ينسي ماضي. بس يا أبا قلنا القدي. زميقر الزهايمر ذاه مرض اللي يصيبه زهايمر ينسي ماضي كله. هابا مالك؟ ما رأيك؟ انفرق انفرق ذاه انفرق. ما هذا يا باء؟ مخلطة مخلطة، اللي يشرب منها ينسى ماضي كله. يعني أي حد يشرب من تمخلطة يصير عنده زميقر؟ زهيمر زهيمر. ايوه ايوه كملي وانا اقول لك زهيمر. هبلة مخلطته اللي بيشرب منها يجي له زهيمر وينسي كل الماضي. ان شاء الله برقوق وهم قضية بعد ما يشربوا من النبيذ اللي فيه مخلطته ينسون مشيخه وينسون كل الفتنة اللي وطاها هذا من غريب الاحداث، وترجع القضية مثل ما كانت، محبة مودة وسلام. تمام تمام. بس انت بيحد يحيدك وانت توطن في مبيض. يلا ولا يهمك يا بقى، وانش هخلي برقوق ينسي مشيخه وكمان ينسي اسم امه واسم وتاريخ ميلاده. يلا 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 الحمد لله. قال فلق قال فلق القرية كلها زميقر زهيمر. يلا خلي اهل القرية كلهم يتعبون بالزميقر عشان ينسون الماضي حقهن. مقرر حقي ما قبيتهاش قبل ما اسكب مخلطة دبشة. ها مالك تكلم عن نفسك؟ وما لم مقرر حقك فاضية قبيها. ش قبيها بعدين هاتي نقبيلك احنا. لا لا انت مقرر مخزوقة شاق بقرة ثانية وش قبيها خاطركم. مالها دبشة مدري مالها دبشة تأخرا لا يكون واحد حادها يتوطي من خلطة داخل أمبير. يا فضيحتك يا أبو دبشة أنا ناقصنا. ها دبشة تمت الأملية بنجاح، سكبت مخلطة كلها داخل تنبير وساعة واحدة والقرية كلها مزمقرة كلها؟ أيوة يلا كلها كلها الآن إن شاء الله بإذن الله برقوق اللي معه ينسون كل المشاكل ونسكه لنا. تبدأ مع أصحاب القيس تعبوهم من البير.
المفروض يكون معاكم ماء وخزانات وماء مقطر وحالي. هذا كان زمان يا صاحبي الماء حق الوايتات يجي حالي، الحين الماء كله ماله، كنا نشرب من البير خرج. والله انه ماء البير اعذب ونقي طبيعي احسن. دبشه ايدي هذا الان قد لك ساعه من لما وطيتي مخلطه داخل بي، يعني اكيد هذا مقضيه كلهم قد شربوا من الماء حق البير، ونفسي خلق حيد ما وطم بس خافوا. أبا قوي قلبك اخرج بدون ما تخاف، اكيد القريه كلها اصابت بالزمايقر. الزمايقر زهايمر هبلة زهي مشاورات. ها اقول لك ما بينك انت وبتك سليكه ولا في حاجه، ابي يشاي يخرج يحيد القريه بس خايف اني تصير مشاكل بينه وبين برقوق وجماعته. لا لا تخافش يا شيخ، اخرج ولا تستسلمش عشان يعرفوا الناس ان ما الشيخه قادها لك مش البرقوق. تقولين كده؟ ايوه يه مخرج واللي يحصل يحصل. زاق الزقال يا الله استر يا الله استر، خليكم جنبي يا يا الله سترك احنا في المقابل. شغله مش قلت لك ترزون قليل تحنا في امك الان؟ يا ابا كنت انا اتمشى. انت عارفني عندي ضغط، عندي سكر، عندي عصاب، عندي عصاب. صباح الخير يا عم دعمس. صباح الخير. صباح النور. اماش عندي زبون مستعجل. حطم حطم دعمس قلب زربه زربه قلب دعمس، يعني مخلطه تمام. صباح الخير، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يسلمكم. يا نور عيني. الله يبارك فيكم. حياكم. هاهو. تعبون في أنبوك؟ بوك في مقسم. في مقسم؟ ما معك في مقسم؟ ما معك في مقسم؟ بوك أبلغ عن حالة. تبلغ عن حالة؟ يلا بوك لي قرية المركز قبل ما أخبار. بسرعة. هاهو. هاهو؟ سمعت سعدون قال هاهو؟ أنا قلت الدبشة تعمل قليل من خلطة، شكلها سكبت مخلطة كلها ودبشت الأمور دبشة. كيف رفيق الدرب نضل؟ لا صباح الخير يا عم بيلام، ما كيف حالك؟ أحياكم الله، كيف حالك؟ الحمد لله. أنا فندم الفناديم ضابط الضباطيط. ضابط الضباط؟ ما هو الخبطة؟ كيف القضية؟ ما هذا ماشي؟ اعتقد يا فندم ان الامور اشتبكت عند ال مساعد بيرم لا تذبحش بي، انا اصبح شريع. لا ما هو ذا الخبط، الدنيا اختبطت خبطه. برقوق على الله بس يكون شذب من الخلطه ونسي موضوع المشيخه وذاك الموضوع كله. استاذ يا الله حالك يا شيخ ابو دبشه. قال لي يا شيخ ابو دبشه. اهلا اهلا يا برقوق. اهلا كيف حالك يا برقوق؟ الحمد لله. قابل كيف حالك؟ الحمد لله. في هرك يا شيخ ابو دبشه، لك فتره ما نحيدكش، كان مساله كبريتك. لا الآن أكدت أن الدنيا كلها اختبطة ومخلطة قامت مفعولة. أهلا وسهلا بكم جميعاً، يا هالقضية مذكورة. حياك الله يا برقوق. عم حاتم شغل لنا أغنية أي حاجة نفرح. يا مرحبا يا برقوق، يا مرحبا، كيف حالك أنت؟
وزنبا وسعدود وينهم؟ خرج يا شيخ، خرج، ممنوع من الطعام يا شيخ، خرج. ما رايك يا شيخ نرمي عليهم بمسلاح؟ لا 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 لا، الجماعه معهم سلاح برقوق واللي معاه؟ لا خلاص ما ينفع، سلاح دم يقول دم ومنسيش تكبر الموضوع. شهد يا الله على برقوق، خلاص خلوا لهم اليات وجهزوا لنا مصمم، تمام؟ على طول يا شيخ، واحنا ناخذك لهم على طول يا شيخ. يلا سلكي. يعني ذا كله طلع حلم؟ لا في خلطة ولا قول يا حبك ولا زميقر. الله الله، ما هو ذا الحرب العالمية الثالثة؟ دقيقة دقيقة، هلوم هدي هدي بطم وخبون. برقوق، ما كلف قومك يا برقوق، ما لقيت إن لقيت يا برقوق. أنا الشيخ يا برقوق، أنا الشيخ يا برقوق، أنا الشيخ يا برقوق، أنا الشيخ يا برقوق. يا رب يا رب، أنعم على قرية مرخوطة بالزميقر عشان ينسوا كل المشاكل والأحقاد، وانعم عليهم بالسلام يا أرحم الراحمين.